المصمم ريان عبد الله. ولد المصمم العالمي ريان عبد الله في عام 1957 في مدينة الموصل محلة رأس الكور. قضى طفولته وشبابه في أحياء الموصل، أكمل دراسته الثانوية في الموصل، بعدها سافر إلى ألمانيا وذلك في عام 1980 لإكمال دراسته. حصل على البكالوريوس والماجستير بالتصميم بواسطة الحاسوب من جامعة هومبولت، ودرس أيضاً التربية الفنية والتفاهم البصري بواسطة الحاسوب، ودرس عدة دراسات متعلقة بالخط العربي والتيبوغرافيا، حصل من خلالها على عدة شهادات. عمل أستاذاً في كلية الفنون الجميلة بجامعة لايبزيغ في ألمانيا. أسس كلية الفنون الجميلة في الجامعة الألمانية في القاهرة وشغل منصب العميد فيها. إنجازاته: حدث شعار ألمانيا ليكون أكثر وضوحاً، صمم شعارات ولافتات شركة فولكس فاجن، عدل شعار شركة أودي، صمم شعار شركة بوغاتي، أشرف على جميع تصميمات شركة النقل العام والقطارات في ألمانيا، صمم شعار خطوط مترو أنفاق دبي، صمم الكثير من العلامات التجارية لشركات في ألمانيا ودول أخرى، نشر عشرات المقالات والبحوث العلمية المتخصصة في مجلات دولية، شارك في العديد من الندوات وألقى محاضرات علمية في مختلف دول العالم، أقام عشرات المعارض الفنية في العديد من البلدان، أنشأ شركة ووكالة تصميم خاصة به في ألمانيا.